واحد بيقول هذا السؤال سمعته في احدى عظات قداستكم من قبل ولكني لم افهم الاجابة، والسؤال هو ما موقف الكنيسة من التفاؤل والتشاؤم؟ وكانت اجابة قداستكم الكنيسة ترفض كليهما. فإن كانت الكنيسة ترفض التشاؤم لأنه ضد فضيلة الرجاء، فلماذا ترفض التفاؤل؟ ده في قانون من قوانين الكنيسة يمنع التفاؤل والتشاؤم. أما صاحب السؤال بيقول إن كانت ترفض التشاؤم فلماذا ترفض التفاؤل؟ هي المسألة تتعلق بعلامة أو وسيلة التفاؤل والتشاؤم. زي مثلا واحد يتشاؤم من صوت البومة أو من صوت الغراب، ما ذنب البومة وما ذنب الغراب؟ لكن ده في مخه كده. أو واحد يتشاءم من الرقم 13 ومضاعفاته، ما ذنب الرقم 13؟ يعني أسباب ليست روحية ولا كتابية ولا كنسية. أو واحد مثلا يتفائل بأول واحد يقابله في اليوم ويتشاءم بأول واحد يقابله في اليوم برضه من شخص اخر، يعني نقابل فلان يبقى فرحان ونقابل فلان يبقى زعلان. امور لا تبنى على اساس من الكتاب ولا من العقيدة، لا تبنى على اساس من الكتاب ولا من العقيدة. والكنيسة تريدك انك انت لما يكون عندك فضيلة رجاء تكون فضيلة الرجاء مبنية على ثقتك في محبة الله وفي معونة الله، فيبقى الرجاء جاي من هذا المصدر، مش الرجاء جاي من انك انت شفت طير معين او شفت شخص معين او سمعت كلمة معينة. لا، حاجات بيسموها بالانجليزي superstition، اللي هي الاشياء يعني الغيبيات، داخلة في الغيبيات.